مشاركة مصر رفيعة المستوى في القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي، مشاركة متميزة كون مصر هي ضيف شرف هذه النسخة، ما يعكس المكانة الرفيعة للعلاقات المصرية الإماراتية. القمة العالمية للحكومات بدبي تعقد هذا العام تحت شعار تشكيل حكومات المستقبل، وتجمع تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار حول العالم. All of us have never dealt with so many shocks at the same time in this time horizon. We're talking about resilience of society. It's women that are going to be the critical determining factor of success.